اللي بنصور فيها الحلقة دي إخواتنا في فلسطين وقطاع غزة بيعيشوا حالة من الإبادة الجماعية على أيدي الكيان المحتل. يوميا مجازر بيروح ضحيتها أكتر من مئات الفلسطينيين، والأغلب منهم أطفال تحس إن هم مركزين على قطع النسل الفلسطيني من جذوره. قصف بيوت وأسواق ومساجد ومدارس إيواء وطرق للنازحين، حتى المستشفيات ما سلمتش منهم. شهداء بأعداد عدت 6000، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلسطين والمسجد الأقصى وفضلهم على المسلمين عقيدة ودين وحياة وكرامة وعزة وتضحية. فضل المسجد الأقصى والأرض المباركة في القدس، ده اللي هنعرفه الحلقة دي، فيلا بينا نبدأ. في البداية، المسجد الأقصى هو تاني مسجد اتبنى على الأرض، وفي قربه عاش أغلب الأنبياء والمرسلين، ومنهم الخليل إبراهيم عليه السلام، زي ما عاش فيه إسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان والسيدة مريم عليهم جميعا السلام. ودخل يوشع ابن نون فاتحا وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرج إلى السماء في رحلة الإسراء والمعراج. أما موقع المسجد، فالمسجد موجود في الجزء الجنوبي الشرقي للبلدة القديمة لمدينة القدس، وموجود في نص فلسطين بالضبط. والمسجد موجود على هضبة عالية اسمها هضبة مورية، ومساحة المسجد الإجمالية بتبلغ 144,000 متر مربع. وبالنسبة للمعالم، مساحة المسجد الأقصى فيها معالم كتيرة قوي اللي اتبنت على مر العصور المختلفة. أول حاجة بالنسبة للمساجد، فيها المسجد القبلي ومسجد قبة الصخر والمصلى المرواني ومصلى البراق وجامع المغاربة اللي هو المتحف الإسلامي وجامع النساء. وتاني معلم هو الصخرة اللي موجودة في وسط المسجد الأقصى، واللي كانت قبلة المسلمين الأولى لمدة 17 شهر. المسجد موجود فيه 4 مآذن: مأذنة باب المغاربة، ومأذنة باب الأسباط، ومأذنة باب السلسلة، ومأذنة باب الغوانمة. بالإضافة إلى أن المسجد ليه 15 قبة و15 باب. وبالنسبة للمدارس، ساحات المسجد الأقصى فيها العديد من المدارس اللي اتبنت في عصور كتيرة مختلفة، منها اللي مفتوح لغاية دلوقتي، ومنها اللي مفتوح مكاتب إدارية ومنشآت خدمية. وفي طبعا المدارس اللي اتقفلت سنة 1967 بعد احتلال الصهاينة في 48. ومن بداية احتلال فلسطين للقدس سنة 1948 بدأ التضييق على المسلمين في فلسطين. بدأوا بالتضييق عليهم بإجراءات كان الهدف منها طمس الهوية الإسلامية في القدس، فاعتدوا على حرمة المصلين داخل المسجد، واستباحوا دمهم في أكتر من مذبحة داخل ساحات المسجد، واستولوا على أجزاء منه زي باب المغاربة وحائط البراق اللي حولوه لحائط مبكى بيدنسوا اليهود، واتمنع ان المسلمين يقربوا منه. وفي اكتر من مرة حصروا جميع ابواب المسجد، واتمنعوا المصلين من الوصول ليه والصلاة فيه. وبحكم السلاح طبعا اللي معاهم، كان مباح ليهم الدخول والخروج براحتهم. ده غير طبعا الانفاق اللي حفروها تحت المسجد، واللي بسببها اتصدع اجزاء كبيرة من جدران المسجد، واتمنع كمان المسلمين من محاولات ترميمه واعادة بناء الاجزاء اللي اتصدعت فيه. وزاد فجر الصهاينة يوم الخميس 21 أغسطس سنة 1969، اقتحم إرهابيون صهاينة ساحات المسجد الأقصى من أغلب أبوابه لغاية ما وصلوا إلى المصلى القبلي، وهو المصلى الرئيسي في المسجد المبارك، وأشعلوا النار في أكتر من موضع في المسجد قرب المحراب والقبلة وقبة المسجد. ولما ارتفع دخان الحريق وزاد، قامت قوات الاحتلال بقطع المية عن المنطقة كلها، وعملت طوق حوالين المسجد علشان الاهالي والسكان يتمنعوا من اطفائه، والنار زادت بطريقة مهولة في اغلب اركان المسجد. واستمات بعدها المسلمين والمسيحيين في عمليات الاطفاء بعد ما اندفعوا في وسط الطوق اللي كانت عاملاه قوات الاحتلال، وتم اطفاء الحريق غصب عن القوات اللي كانت موجودة. بس النار للأسف كانت حرقت جزء كبير جدا من المصلى القبلي الرئيسي في المسجد الاقصى المبارك، واتحرق منبر صلاح الدين، والنار وصلت لسقف المسجد الجنوبي واتحرق 3 أروقة. وكمان النار طالت القبة الخشبية الداخلية اللي كان عليها زخارف ملونة ومذهبة، وكان عليها كتابات ونقوش وآيات قرآنية. ده غير كمان ان هي طالت الآيات القرآنية اللي كانت موجودة على جدران المسجد، اللي كانت بترجع للعهد الأموي والعهد العباسي. واتحرق السجاد بالكامل اللي كان بيغطي المصلى الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك. بعدها ادعى الكيان المجرم المغتصب ان
الحريق تم بسبب ماس كهربائي. وبعد ما اثبت المهندسين العرب ان الحريق تم بفعل فاعل، ردهم بعد كده قالوا ان في شاب استرالي اسمه دينيس مايكل روهان هو المتسبب الاول في الحريق وهتقدمه للمحاكمه. وما عداش طبعا وقت طويل في المحاكمه وقالوا ان الشاب مختل عقليا ومعتوه واطلقوا سراحه. الكيان من وقت احتلاله للاراضي الفلسطينيه سنه 1948 وهو الصراحه ما ضيعش وقت. سنه الاحتلال بس سنه 1948 عملوا 3 مجازر، كل واحده فيهم افظع من الثانيه. في شهر 4 في الفجر صح المسلمين على مجزره دير ياسين في القدس وراح ضحيتها 250 شهيد اغلبهم من كبار السن والاطفال والنساء. وفي شهر 5 كانت مجزره قريه الطنطوره الموجوده في حيفا، واللي راح ضحيتها اكثر من 200 شهيد اتدفنوا كلهم في مقابر جماعيه. قوات الاحتلال اجبرت الفلسطينيين على حفرها في مشهد في قمة الذل. وفي شهر 6 كانت مجزرة قرية اللد او الالد الموجودة بالقرب من مدينة الرملة، المجزرة اللي راح ضحيتها اكتر من 400 شهيد بعد ضرب قوات الاحتلال البيوت والمساجد بالقنابل اليدوية. وتذكر في المجزرة دي من احدى الصحفيين في مجلة دراسات اسلامية قال ان الشهداء من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ فضلت جثثهم لمدة 10 ايام في شوارع القرية تحت اشعة الشمس، انت متخيل؟ وبعدها سنة 1956 مجزرة خان يونس الاولى اللي كانت في مخيم اللاجئين في قطاع غزة واللي استشهد بسببها 250 شهيد. وبعد 10 ايام بس من المجزرة الاولى رجعت قوات الاحتلال تاني وهجمت المخيم وقتلت 250 شهيد. ومش بس كده لا، ده طلعوا وهجموا على مخيم رفح وقتلوا 100 شهيد هناك. مجازر ورا مجازر ورا مجازر ومذابح مذبحة الاقصى الاولى سنة 1990 واللي راح ضحيتها 29 شهيد. مذبحة الحرم الابراهيمي سنة 1990 واللي قتل فيها طبيب صهيوني متطرف 29 واحد من داخل المسجد في شهر رمضان. ده غير مذابح قانا وجنين وبحر البقر في مدرسة بحر البقر في مصر اللي راح ضحيتها 29 طفل تهدت عليهم المدرسة بالكامل. ومن اصعب المجازر اللي عملها قوات الاحتلال على مدار التاريخ كله مجزرة صبرا وشتيلة، المجزرة اللي كانت على مخيم اللاجئين الفلسطينيين على الحدود اللبنانية واللي استمرت لمدة 3 ايام. ايوة 3 ايام قتل جماعي من ميليشيات لبنانية تابعة للجيش الصهيوني والجيش الصهيوني واللي راح ضحيتها اكتر من 1300 شهيد. جثث في مخيم اللاجئين وفي الشوارع لمدة 3 ايام وقطعوا كل السبل اللي بتوصل للمخيم. لك ان تتخيل ان مفيش صحفي عرف يدخل ولا وكالة انباء عرفت تنقل الحدث الا بعد 3 ايام وبعد تصفية المخيم بالكامل، علشان بعدها يصحى العالم كله على مذبحة من اكبر المذابح في التاريخ البشري كله. الخلاصة انا عايز اقولك ان اللي حصل في 7 اكتوبر ده حاجة فرحت قلوبنا جدا، حتى لو كان ردة الفعل قوية من قوات مجرمة محتلة ما بتستقواش غير على النساء والاطفال. وكمان اللي حصل ده كافي علشان يعرفك ان الكيان ده كله اكذوبة وبالونة كبيرة قوي وهمونا بيها. وهو تفتكر ان كل اللي بيحصل في قطاع غزة دوت انتصار منهم، اقسم بالله ده قمة الضعف واستعراض قوة غشيم على عزل ومدنيين عمره ما هيكون انتصار. حتى في السلاح بتاعهم اللي هم شايفين ان هم مميزين بيه باقل الامكانيات فرسان الجو هبطوا عليهم من كل مكان، وكمان باقل الامكانيات عرفوا يخترقوهم زي ما عملت قوات الجيش المصري سنة 73 وقضت على الاسطورة الخيالية للجيش الذي لا يقهر. وبفضل الله وحده نقدر نعملها في اي وقت. اللهم ثبت اخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب، وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم وعدونا. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. انا خلاص خلصت. السلام عليكم.